السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من حلقات مبادئ التوزيع الأوركسترالي أو الأوركستريشن، واللي بسجلها حصريا لقناة المايسترو محمد الفكهاني ومحدثكم محمد الفكهاني. أهلا بكم. هنروح للمقطع الجديد الميلودي اللي فوق ده، هنديه برضو للأوبوا اللي هو بقول إيه بقى؟ مي فا سول لا سي لا. ماشي، هناخد الميلودي ده ونديه للأوبوا، هيقول مي فا سول لا على وحدة التريول لي. اوكي، هاي مي فا سول لا سي، واللا دي هتنزل في المزورة الجديدة اللي هي لا بونتي. طيب هنلاحظ ان النازل من الجزء ده واخد دو دو سي. طيب دو دو سي لو اديناها للكلارينت هتبقى جميلة قوي. هو بقول دو دو سي عشان اسمع من الكلارينت، يبقى هكتبها له ايه؟ ري ري. هسمع بقى هنا ري ري دو. لما اكتبها انا للكلارينت ري ري دو. ماشي، ري ري دو. خلي بالك هو بيقول ايه؟ دو دو سي، وبعدين راح رايح لايه بقى؟ للري بلانش بونتي. الري عشان اكتبها له عشان اسمع منه انا ري، يبقى اكتبها له هو ايه؟ مي. يبقى قصاد البلانش بونتي دي هعمل له نغمه مي بونتي. يبقى هو هيقول ري ري دو، وبعدين يروح قايل مي هنا. طيب ده بالنسبة للجزئية دي. نيجي بقى معاها تحت، نخلص الجزئية اللي تحت. في لحنين هم مع بعض، اللي فوق بيقول سول لا سول اللي هو هنديه للكورانجلي ده هو السول. خلي بالكم هنا السول ايه؟ سول لا سول. السول لا سول دي في الكورانجلي عشان اسمع انا منه نغم السول، يبقى اكتبها له نغمة ايه؟ ري. يبقى انا اكتب له ري. هو بيقول ايه اللحن؟ بيقول سول لا سول، صاعد نازل صاعد. ماشي، يعني بيقول سول لا سول، يبقى انا هكتبها له ان ري مي ري. ده بالنسبه للايه؟ للكورانجلي. طيب نشوف بقى الفاجوت. فاجوت هيقول ايه هنا بقى؟ دو لا سول. بيقول ايه؟ دو لا سول. طبعا الفاجوت نفس المكتوب، يبقى هنقول للفاجوت هنا دو لا سول. اوكي، طيب هنعمل نفس القصة في النفخ النحاسي. ممكن الجزء اللي تحت ده بتاع الباستوبا اللي هو هنبدأ بيه من تحت اهو، بيقول ايه بقى؟ دو لا سول مثلا. الجزئية بتاعت اللي هو قالها كورانجلي ري مي ري اللي هي بالنسبة سول لا سول، ممكن نديها هنا للترومبون، يوم هو اللي قايد سول لا سول. حلو. طيب والجملة اللي هي كانت بتاعت اللي كان قالها فوق الكلمات اللي هي ري ري دو مي، اللي هي كانت بالنسبة لنا هيك دو دو سي ري، دي كانت في اللحن الاساسي دو دو سي ري، هنديها هنا لإيه بقى؟ للفرنش هورن. يوم الفرنش هورن لما يجي يقول له دو، افكركم اهو بس باللحن اهو عشان ما يكونش تهتوا مني. اللحن اهو في الحته دي كان بيقول ايه؟ دو دو سي ري. دي حدي انا هنا بقى للفرنش هورن عشان اسمع منه دو دي، يبقى انا هكتب له ايه؟ عشان اسمع النغمه الدو الحاده دي هسمع من دو، او مكتبها لنا سول. فاكرين؟ يبقى انا هكتب له هنا سول اهي عشان اسمع منه ايه؟ دو دو مي سول. ماشي حلو. طيب هو قال دو دو سي، يبقى انا هكتبها له سول سول فا سول سول فا. وبعدين بعد كده في المزورة الجديدة الراجل بيقول ايه؟ يعني هو بيقول هنا
سول سول فا اللي هي دو دو سي، وراح رايح هناك لايه؟ للري. الري عشان اسمعها منه يبقى انا اكتبها له ايه عشان اسمع منه دي هطلع انا ايه اكتبها له لا. يبقى هو يقول سول سول فا وقوم يطلع هنا بلانش بونتي على نغمة ايه؟ اللا. حلو؟ طيب نشد المزورة، نشد خط المزورة دلوقتي. نروح للمزورة اللي بعد كده اللي هي المزورة، تعتبر المزورة الخامسة. طبعا كل ده احنا الفلوت ساكت ما بيقولش حاجة، وفي نفس الوقت الترامبت ساكت ما بيقولش حاجة. نشوف احنا كنا عملنا ايه بقى. نيجي للمزورة دي، عندنا ثلاث نغمات واقفين بلانش بوانتي، وتحت بس ايه النغمة الباص هي اللي بتكرر ثلاثة. طيب احنا كنا هنا بالنسبة للأوبا وقف على نغمة لا، وبالنسبة للكلارنيت وقف على مي اللي هي تعتبر نغمة ري، واللي بيقول اللحن اللي تحت كان الكورنجلي، فوقف هنا الكورنجلي على نغمة ايه؟ نبص نتابع كده الحتة دي، الكورنجلي واقف هنا على فا، فعشان اسمع منه نغمة فا دي يبقى اكتبها انا فوق ايه؟ دو. يعني هو الراجل هنا هنكتب له هنا نغمة دو، دو بونتي يعني. حلو؟ نيجي بقى هنا للباص كان بيقول ايه؟ بيقول ري ري ري، ده هنديه للفاجوت، يبقى يقول الفاجوت هنا تلاتة ري 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 ري. وضحت المزورة دي اللي هي واحد اتنين تلاتة اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، اللي هي المزورة الخامسة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، اهي المزورة الخامسة. وضحت كده هنا ان عندي تلات الات اللي هو الاوبو والكلارنيت والكورنجلي هيقفوا بوانتيهات، لكن هنا الفاجوت هيقول التلاتة دول. طيب نشوف الموضوع ده يتعمل هنا ازاي. عندنا الباس طوبة يبقى هي اللي هتقول تحت ري ري ري، ماشي باينت كده عندكم. ايوه الباس طوبة هتقول ري ري ري. بعد كده عندنا اللي كان بيقول نغمة سول لا سول ويوقف هنا على فا كان الايه؟ الترومبون، قال سول لا سول ويقوم واقف هنا على نغمة ايه؟ فا وان تي. وكنا قبل كده ادينا نغمة لا للهورن. طيب كده اصبحت المزورة رقم خمسة خلصت، نشد الخط بتاعها. خلصنا من المزورة رقم خمسة. هنخش على المزورة اللي بعد كده، مزورة رقم ستة. ده بداية جملة جديدة او الحديد. معلش انا بس عايز ايه قبل ما نخلص، احنا العزف هنا كله بيانو، فتعالوا نحط الاصطلاحات بتاعتنا دي. العزف هنا بيانو، اوكي هنحط بيانو، الجميع هنا معانا بيانو. بالنسبة للمصاحبات استكدته هنا عزف عادي، ماشي. طيب يبقى هنطبق نفس الموضوع ده في كل المصاحبات، يعني احنا عملنا هنا سكتات وريجاتو، سكتات وريجاتو، فهنقضي نفس الموضوع ده. السكتات اهي مربوطه، استكاتو مربوط. تقريبا احنا كده حطينا الاكسبريشنز بتاعت كل المجموعه اللي فاتت، وهنبدا في المزور رقم ستة. اللحن فوق بيقول مي، وبعدين مربوط رباط زمني مع المي، وينزل على شكل طافي مع الري. طيب يعني هنا الأوبو هتقول مي بلانش، بعدين عندنا هنا مي مع ري على شكل طافي، حلو، ومربوط هنا ايه؟ ال ال الرباط الزمني. طيب عندنا تحت معاها ايه بقى؟ عفوا، عندنا تحت مصاحبة. ونلاحظ عدد النغمات هنا بقى كام؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمس نغمات. هنا بدأ خمس نغمات، لو تفتكروا كان هنا اربع نغمات في جزئية زي دي، بقى تلاتة، وهنا برضو مستمر تلاتة، هنا برضو مستمر تلاتة، هنا بقى اصبح المصاحبات خمس نغمات. فنقدر نفرد الالات اللي ما كانتش شغالة معانا نبدأ بقى هنا نشغلها، زي ايه؟ زي الترامبت. الترامبت كنا
موقفينه شوية. فتعالوا نوزع الجمل دي الهارمونية دي للنحاس الأول. فعندنا تحت التألف ده عبارة عن دو سول دو، وبعدين في فوق مي وسول، يبقى ده دو مي سول، يبقى ده تألف دو ميجور أو سي ميجور، سي اللي هو سي كابيتال سي انجلش انجلاند يعني، لكن دو ميجور اللي هو ايطاليان يعني. طيب فنرجع نقول، هنقول هنا بقى ايه بقى في الباستوبا. الباستوبا هتاخد هنا ثلاث نغمات دو، هيقول هنا دو دو دو، ده بالنسبه للباستوبا. الترومبون هيقول سول سول سول، وبالمره نحط الاكسبريشن اللي هم الثلاثه من اوتين مع سكاتو، الثلاثه من اوتين عندياتو دول. وبعدين عندنا فوق نغمه دو، شايفين هنا نغمه دو اهي اللي فوق دي، احنا خلاص حطينا الدو سول، بقى عندنا نغمه دو دي. نغمه دو دي هنديها هنا تحت للفرنش هورن، فعشان اسمع منه نغمه دو يبقى اكتبها له انا ايه سول، يبقى اكتب له هنا نغمه سول سول سول، وبرده نفس الموضوع استكتوهات مربوطه هنا بقى. خلي بالنا عملنا اول ثلاث نغمات اهم وديناهم. عندي فوق بقى هنا ايه، خلت بالكم المي سول دول ايه، هنحطهم للترامبت. بس بقى ايه، هنديه بريما يعني العازف الاول والعازف الثاني، يعني في البريما وسكوندا عازف، يعني العازف البريما والعازف السكوندا اللي هو العازف اللي احنا عندنا اصلا، احنا قلنا عندنا اتنين ترامبت. ها فهنا هنوزع النغمتين دول للترامبت. طب النغمتين كانوا ايه؟ كانوا ميو سول، فاكرين اهو شايفين نغمه ميو سول. طب عشان اديها للترامبت اللي هو بيقرا اساسا التانية كبيره هبطه، يبقى المي دي هتبقى ايه فا، والسول هتبقى لا، يبقى فلا فلا اهي فلا تاني اهي. حلو، وهنقطهم ونعمله كده. خدت بالكم؟ خدت بالكم التالف هنا لما كان خمس نغمات وزعناه ازاي؟ التيوب وبعدين او الطوبه يعني باستوبه وترومبون والهورن والترمبت، ادينا له نغمتين مع بعض. طيب القصه دي هنعملها هنا ازاي بقى؟ نخلي بالنا هنا برضو الدو دو دو هنديها هنا لمين؟ هنا عندنا الدو والسول دول مع بعض. نقدر خلي بالكم احنا عندنا التالف خماسي، يعني انا هاخد خلي بالكم عشان الخشب، بس ايه الخشب متبقي فيه واحد اتنين تلاتة تلات آلات، لان الأبوة هي اللي بتقول الميلودي، وانا مسكت الفلوت يعني انا محتفظ بالفلوت عشان هو اللي هيخش يقول اللحن الرئيسي بقى الغنى الرئيسي. فانا دلوقتي بقول الميلودي في الأبوة، فمش متبقى عندي غير تلات آلات. التلات آلات دول خلي بالكم ان هي في دبل يعني اتنين عازفين، فاقدر اوزع اول دو وسول، شايفين دو وسول دي الاولانيه دي، دو وسول دي هديها للفاجوتين يعني الاثنين عازفين فاجوت هديهم الدو وسول، يبقى انا هكتب هنا دو واكتب هنا سول لعازفين، يبقى معروف هنا ان ده بريما. انا نسيت اقول لكم برضه ان ممكن نكتب هنا بريما وهنا سكوندا، ان ده العازف الاول وده العازف الثاني، برضه كذلك هنا نعمل هنا بريما وممكن هنا سكوندا. طبعا ده الصلاح مش موجود على البارت بتاع البيانو، لان البارت البيانو بارت بتاعنا بيبقى معمول للبيانو، لكن انا دلوقتي هوزعه الالات الثانيه فاقدر استخدم اصطلاحات خاصه بتبيني ان ده العازف رقم واحد وده العازف رقم اتنين. طيب يبقى الفاجوت هنا خد الدو والسول الاثنين عازفين اهم بقى، يبقى نقولهم مع بعض دو سول دو سول اهو اوكي، وهننقطهم طبعا ونعملهم كده لجاتو. خدنا دو سول، يتبقى عندي ايه بقى من التالف؟ دول اللي فوق وعندي مي وسول. هاخد بقى من هاخد الدو دي، يعني ممكن اخد الدو دي الدو دي او مديها لمين؟ للكورانجري. طيب الكورانجري عشان يديني نغمه دو الوسطى هكتبها له انا فوق ايه؟ سول الوسطى اهي، اديله نغمه سول الوسطى، وبرده طبعا منقوطين وعليهم نجاتو. طيب دول خلاص بقى الاثنين هيقولوا نغمه سول دي. هنا بقى ايه؟ يطلع يقول معانا هنا الكلارنت، الكلارنت هيقول لي النغمتين
الباقيين. النغمتين هنا كانوا ميو سول، لو الدبل كورد لو ناخد بالنا ميو سول، الميو سول دول هنا علشان يقولوا كلاريت هنقولهم هنا فا ولا، يبقى فا ولا فا ولا وننقطهم. وبرضو نعرفه ان هنا في عازف بريما وعازف ايه سكوندا. العازف في البريما هيقول اللي فوق والعازف سكوندا هيقول ايه اللي تحت. ده المزدورة رقم 6 اللي بدأ يظهر فيها عندنا التألفات اللي بتتكون من 5 تغامات. هنشد الخط، بعد ما عملنا خط المزدورة هنروح للنغمة او سوري هنروح للمزدورة رقم 7 واللحن واقف فيه على نغمة ري بونتي. فاذا الأوبو هنا هتقول نغمة هنا ري بونتي زي ما هو كاتب كده، معاها تحت المصاحبة على اي 4 نغمات. يعني هنرجع تاني لاول مزورة زي ما كنا بقول 4 نغمات. والتألف هنا سول سي ري، لكن جاي انقلاب اول اللي هو سي سول ري سول، سي سول ري سول من تحت هنوزعه لاربع آلات. هناخد نبدأ بالنفخ النحاسي، هيقول اهو سي، هيبدأ بسي يبقى 3 سي اهو، وبالمرة نقطهم ونحط اللي جاتوا بتاعهم ماشي. بعد كده عندنا السول هنديها للترومبون، ادي السول اهو سول سول سول، هنضبطهم. وبعد كده باقي عند الري والسول هنديهم للفرنش هورن والترامبت. الري هناخدها للفرنش هورن، فالريح عشان نكتبها هكتبها له هنا ايه لا، عشان اسمع نغمة ري هكتب له هو نغمة لا وهنقطها له طبعا. وبعد كده عندنا نغمة سول، نغمة سول عشان اديها للترامبت هتبقى ايه، هكتب الترامبت هكتب له نغمة لا. خلصنا توزيع المزورة 7 بالنسبة للنحاس. نروح نقولها في الخشب. التلاتة سي هنديهم هنا للفاجوت اهو سي اهو ونقطهم. خلي بالكوا بقى من حاجة هنا، احنا خلاص قلنا تحت سي، انا باقي عندي فوق التين، باقي عندي فوق التين، فهاخد السول دي هنا للكورنو، والسول عشان اكتبها له يبقى اكتبها له ري، يبقى الكورنو عشان يسمعني نغمة السول اللي تحت دي هكتبها له نغمة ري. اوكي، يعني هو علشان يقول لي نغمة السول دي ها طلعتها له انا فوق كتب له ري، كتبتها له ري. وبعد كده عندنا هنا النغمتين اللي هي نغمة ري وسول، نغمة ري وسول دي، ري وسول دي هديهم فوق الكلارينيت. ري عشان اسمعها هكتبها له مي، يبقى 3 مي اهم. اوكي، ونغم السول عشان اسمعها هكتبها له لا، يبقى اكتب له هنا لا اهو ماشي، ونقطهم اربطهم. طيب كده احنا وصلنا المزورة رقم 7، ومعلش الصفحة الاولى دي خلصت، وممكن نتوقف النهاردة هنا لان الفيديو كده شكله هيطلع كبير. ونستكمل برضو مع جورج فريدريك هندل في الحلقة الجاية. ارجو تكون استفدتوا من الحلقة بتاعت النهاردة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا، السلام عليكم.